أنا وزوجتي أريد أن أضحي عن والدي وهي تريد أن تضحي عن والدها المتوفين، هل نكتفي بأضحية واحدة؟ وبعض الناس فضيلة الشيخ يضحي عن الميت ويترك نفسه أو لا يشركه. أولا يعني الأقرب في هذا أن المشروع أن لا تضحي عن الميت ضحية بر، لأن هذا لم يثبت، لأن الحقيقة الأضحية هي تعبد محض، الأضحية ليست معقولة المعنى، وإن كان فيها أكل لحم، فيها نسك، فيها عبادة، فيها عبودية، جعل الله عز وجل من جملة العبادات المحضة التي يتقرب فيها بمجرد النحر وإهراق الدم يتقرب بها لله عز وجل، فإذا فيها معنى التعبد المحض وليس عقل المعنى، وإن كان هناك شوب للمعنى المعقول لكن تبقى تعبدية، فهي عبادة لله عز وجل وليست هي المقصود بها اللحم بالدرجة الأولى، وإن كان اللحم جاء مقصودا بالتبع وليس بالأصل. هي سؤالها عن هو يسأل يقول يضحي عن والدي وعن والدة وعن وزوجتي تضحي عن والدها. نعم نقول ضحوا عن أنفسكم، نعم، وادعوا لآبائكم وأمهاتكم، لأن جنس العمل التعبد المحض إذا كان مقبولا فجنسه من الدعاء مقبول. الله. وأظن هذا هو السر الذي جعل السلف لا يقرؤون القرآن ويعملون الحجج، حجج البر عن الأموات، لا يجعلونها للأموات. لماذا؟ لأنها من جنس العبادات المحضة، فإن كانت مقبولة فجنس الدعاء مقبول. يا أخي ادع لهم يا أخي بما هو أكثر من الأضحية وأكثر من الحجة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وإن قال بها أيضا جمع من أهل العلم. لذلك نقول تضحي نفسها أو، وهذا أشير عليهم به، إن ضحوا أضحية واحدة ولو مشتركة بينهما، والثاني يجعلونها لبعض أقاربهم، إذا كان قريب فقير يشترون الخروف ويهدونه إياه فيقوم بالتضحية عن نفسه والله أعلم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.